لبنان أرض القداسة والإيمان، لبنان أرض رح تضل تزهر الدسين، رح تضل أجراسنا تدق من هالأرض اللي مش عليها السيد المسيح والأرض اللي زارتها مريم العذراء. أجراس الفرح اليوم بهالنهار التاريخي للبنان 2 آب 2024، يوم إعلان البطريرك دويهي طوباوي على مذابح الكنيسة الكاثوليكية. 400 سنة ناطرين هالحدث، يمكن اليوم ربنا بده يقلنا أنا مش تارك لبنان. وتعبده للبطريرك دويهي لمريم العذراء اللي ردت له نظره بروما بعد ليلة صلاة، اليوم كمان عم بتقلنا بهالنهار أنا مش تركتكن، أنتو اللي كرستوا لبنان لقلب مريم الطاهر. البطريرك دويهي علامة وعلامة، معلم وعالم، مجد لبنان أعطي له، لا سيما أنه هالبطريرك اللي ولد ب 2 آب 1630 بإهدن وتوفى ب 3 أيار 1704 جمع وكتب تاريخ الموارنة من تأسيس لغاية وفاته. هو البطريرك 57 للموارنة اللي تجذروا بهالأرض وعاشوا الاحتلال والمنفى والتشرد والجوع والفقر، وضلوا بهالأرض ورح يبقوا بهالأرض اللي أعطوها من عمر وإيمان ودم. الموارنة اللي حولوا صخور لبنان الوعرة إلى جنة خضراء. اليوم رح نتعرف أكثر على البطريرك دويهي مع البروفيسور أنطوان نجم، مؤلف كتب عن البطريرك دويهي وعضو لجنة البطريرك دويهي وعضو في المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية ومقرر لجنة الثقافة والتراث وحوار الأديان بالرابطة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور نجم. شكرا أستاذ عبدو، أنا بدي أشكرك كمان على هالمقدمة الحلوة اللي عملتها عن البطريرك دويهي اللي بيستاهل كل تقدير وتبجيل منا نحن كمان أكيد. لأنه هالمناسبة هيدي تطويب البطريرك دويهي بعد ما يقارب 400 سنة أقل شوي، الناس كانت على حياته ودغري بعد ما ماتوا مقتنعة أنه هو قديس، نعم، ولكن هلأ تيجي هالحدث التطويب هلأ، لأنه نحن بحاجة إليه، لأنه هيدا هز الضمير للمسؤولين وللشعب اللي صار شوي عم يفقد إيمانه وما عاد عم يتجذر بعمق إيمانه. إن شاء الله هالتطويب هيدا بيرجع بيذكرنا بأصالتنا وبالرسالة اللي بلشت دويهي بهالمجتمع اللي نحن فيه واللي هو بيدعونا لإكمالها بالمستقبل وبالحاضر. شو اليوم بتقول بهالنهار أنت على صعيد شخصي؟ أنا على صعيد شخصي هالنهار هو ذروة قمة في حياتي. حلو. أنا تعرفت على البطريرك دويهي من 49 سنة. نعم. كانت أول مرة أرشدني إليه الأب الله يرحمه، الأب إصطفين صقر اللي كان هو رئيس بالكاثوليك، والأب توما مهنا، وأنا كنت وقتها ببداية الأحداث في لبنان، كنت جاهل لهويتنا نحن، مين نحن، شو جذورنا، وسألته الأب بدي أتعرف على هويتي مين أنا، أنا عامل ليسانس وعامل ماستر بس واثنين ليسانس بس هودي ما دلوني فعلا مين نحن على المزبوط. قال لي هو الله يرحمه بدك تفتش عند البطريرك إصطفين الدويهي أو البطريرك الياس لحويك، وهي هيدا رسم خطة لحياتي. وأنا كرست أوقات كتيرة، أنا أسكنت الدويهي في عقلي وروحي وقلبي وصرت مشاعري أنا وياه قدام الأحداث وقدام كل شيء ما عم يجري بلبنان من وقتها. 49 سنة، نعم. عملت الدراسة 1500 صفحة، ايه. نشرت تباعا ووصلت اليوم ليصيروا 7 كتب موقعين باسم البروفيسور أنطوان نجم. نعم. آخر كتاب اللي رح نشوفه هلأ يلي صدر ب 27 نيسان الماضي في عليه صورتين مهمين. الصورة الأولانية اللي هي بآخر الكتاب إذا فينا نقول يلي عم نشوفها هلأ على الهواء، هيدي الصورة من بعد مرور 100 سنة على تأسيس المدرسة المارونية بروما. صح صح، هي المدرسة المارونية تأسست سنة 1584. نعم. هو
كان أحد تلاميذه، هو بعتوه على روما سنة 1641، كان عمره 11 سنة. أوكي. إيه، وبروما تعلم 14 سنة بالمدرسة المارونية بروما. نعم. كان في المدرسة وبعدين في الجامعات، يروحوا يحضروا بالجامعات ويرجعوا على المدرسة يناموا فيها ويطلعوا فيها على كتير أمور. نعم. هيدي هالصورة سنة 1684. هيدي مرسومة رسم. ايه، هو كان بترك. هو كان بترك الطائفة المارونية. تلاميذ روما اللي كانوا بالمعهد الماروني هونيك مع المسؤولين، مع الكاردينال يعني المسؤول عن هالموارنة كمان والعلاقة مع الموارنة، حبوا يكرموه يعني بطريقة، رسموا هالصورة هيدي وحطوا تحت منها هالنص هيدا باللاتيني لمونسينيور شبلي بترجمه بكتابه عن صفين الدويهي، بيقول قديش يعني نحن مش قادرين نوفي هالحبر هيدا قديش هو بيستحق من تكريم وتبجيل. وهلأ الكنيسة الجامعة هي عم تدعينا لحتى نكرمه كطباوي. صحيح. هي اللي اعترفت فيه ديجا سنة 2008 كمكرم. نعم. اعترفت ببطولة فضاء. بس أنا بعرف، أنا نحن وياك سوا بلجنة البطريرك دويهي، بعرف قديش حضرتك كنت مصر ومؤكد أنه نوصل لقداسته على مر السنوات. عم تسألني شيء عن جد بأعماقي أنا بشعر فيه من الأساس. أوكي. لك سنة 82 بالطائفة المارونية كان وقتها الكاردينال خريش. صح. المجمع البترك والمطارين قبلوا يمشوا بالدعوة، قبلوا يفتحوا هالدعوة سنة 82. أنا بلشت اشتغل على الدويهي سنة 75. نعم. يعني كان فيه صار 7 سنين أنا طلعت على مؤلفاته وعلى إنجازاته وعلى شخصيته كيف، وتكون لدي قناعة شخصية إنه هذا الزلمة مستحيل إلا يكون قديس، لأنه من يتعرف إلى كتاباته، هذا زلمة كاتب 32 مؤلف ومنشورين. طيب رح نحكي عنهم. ايه؟ بس بعد عنا صورة بدنا نشوفها من الكتاب. ايه؟ هي الصورة اللي ما عم نشوفها هلأ يعني. ايه؟ احنا على الشاشة هلأ عنا صورة. ايه؟ هي معترف فيها، هي المعترف غير فيها هيدي. هيدي شرقية. مزبوط. يبدو. ايه مزبوط. هيدي مارونية يعني هيدي الطبية المارونية اللي هي على رأسه، مش اللباس الغربي البطريركي. ايه ايه. مش هيدا لباس مطارين وبترا. هيدي الكتوني هون حطينا وكل شيء. هيدا الصورة هيدي اللي حطت حضرتك على الكتاب. هيدي هي الشرقية. نعم. الصورة الشرقية. منا أخذوا الصورة الجديدة اللي بلشت لا اليوم تتوزع. لا هيدي في تقليد بيعطي هيديك الصورة من زمان. طيب إذا بدنا نرجع شوي لكتبك السبعة. نعم. كيف مقسمون؟ ايه؟ عن شو بيحكوا بشكل سريع؟ تريبيان بسرعة. أول شيء الأطروحة بحد ذاتها. 1500 صفحة. كان بالفرنسي لو كونسيبت دو مارونيتي شي لو باترياش دويهي، نشرته جامعة الروح القدس من مشكورة في 3 أجزاء. نعم. الجزء الأول هو المارونية عند الدويهي. الجزء الثاني المارونية السياسية الاجتماعية عند الدويهي، والجزء الثالث المارونية الثقافية عند الدويهي. وهودي هل بيدلوك على الأدوار، على الرسالة اللي لعبها دويهي على الصعيد الديني، على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الاجتماعي، وخصوصا الرسالة الثقافية اللي هو أطلقها وعلينا نحن نكملها. نعم. هذا أول كتاب بثلاث أجزاء. بون. تاني كتاب هو ما عدا البروشيرات كتير أنا عملت صغار وهودي انتشروا. نعم. تاني كتاب لو باترياش دويهي ماتر دو في اي دو بانسي، معلم حياة وتفكير. حياته لأنه هيدا مهم كتير، أداسته يعني فضائله، القيم اللي كان يتحلى فيها، وكتاباته أكيد هيدي بتظهر لأنه هيدي شيء ملموس، أنت عم تحلل نص بتكتشف بهالنص شو في وراء.
مين كاتبه، شو شخصية اللي كاتب هالنص هيدا. هيدا اسمه لو باترياش دويهي، مات دو في دو بانسي. بعدين طلب مني من جمعية بالنوبين هونيك، عملت كتاب الوادي المقدس، الوادي المقدس في حياة الدويهي وكتاباته. وصار لي السعادة والخبرة والأوكازيون، يعني المناسبة، أنه من شي 20 يوم رحت. قبلا كنت زاير الوادي المقدس عدة مرات، أو من عند مار مطانس إسحية أو من عند مار ليشة من هونيك، بس هالمرة من محل الأصعب، من حوقة، من حوقة إلى النوبين لتحت، يعني من حتشيت نزولا اذا بدنا. ماشي مع جروب، مع منطقه حوقه، يعني بتنزل بين البيوت وبتنزل بالجبل الواقف. الجبل الواقف وعلى صخر وعلى 100%. وبعدين هالسانتيه اللي ما فيش الا واحد بيقطع فيه، صح، يعني على الصخرة. وهيدا كان بيرمز لإلي لشغلتين. شو هن شغلتين؟ اول شغله هي شخصيه عندي انا. أنا بكتاباتي كلها، وعدا عن كتب الدويهي، أنا عامل كتب عن موارنة، الموارنة من أعماق المعاناة إلى رجاء القيامة. نعم. هيدا كتاب صدر من شي 5 سنين. بحكي كتير عن التقشف والنسك والزهد والتضحيات عند الموارنة، كنساك، كرهبان، بس ما عندي خبرة بهالموضوع. هلا لما أجب اجت بنتي من برا مع جروب فرنسوية وعرضنا عليه ونروح نعمل هالخبرة هيدي، صدقني مع كل الصعوبات للعمر، بسبب العمر، انه عم تمشي بسانتيه وانت بتعرفه شو الدرج تبعه، في صخرة هون بدك تنزل عنها، وبعدين لا سمح الله صار شيء تجي بالوادي، تجي بالوادي، بكعب الوادي. كان الجيد هو مهديني قدامي، يعني بس كنت سعيد بقلبي، فعلا سعيد لانه حسيت هالجماعة، اختبرت باللمس وبالواقع وبالعرق، لانه من الظهر الساعه 11 للساعه 3 مشينيها هاي الطريق، كيف هالجماعة تألموا وعانوا، قديش كان عمق المعاناة، وقديش مزجوا الصلاة بالخبرة الحياتية والألم. وهيدا قديش عمل القديسين بهالمحل، ولهالسبب هيدا وادي القديسين. صحيح. قديشة هو وادي القديسين. هاي أول شغلة. تاني شغلة إنه حسيت هون إنه فعلا عم بكتشف كيف الوادي المقدس أثر على الدويهي، وكيف هو أثر على الوادي المقدس بنشر معالم عن الوادي المقدس، وبتظهر بكل كتاباته هيدي، وشغلة كتير مهمة كمان. وإلى ذلك كان يطلب من رفاق لإله، مثل بطرس مبارك، هيدا أحد تلاميذ روما، إنه يترجموا له كتبه كمان لتلياني واللغات الغربية. وليش؟ حتى هالعالم كمان هذا يعرفنا كما نحن، وليس كما يصورنا الغير أن نكون. بس هن اتهموه انه بطل من الشرق، وبهذا الكتاب حضرتك حكي فيه بالتفصيل. ترابيا هذا الكتاب اساسه، فعلا هذا الكتاب بيجي اول شيء بنسختين. نسخه فرنسيه خلصتها أنا بتشرين الماضي، بس سيدنا البترك، قبط سيدنا البترك، قال نطلقه من بكركة بس بعد ما يطلع خبر التطويب. أوكي. طيب بهالفترة هيدي أنا ترجمته للعربي، زيت الكتاب، وصدقني ما انتهى طباعته هيدا الا نهار الجمعه ليله نهار السبت بدنا نطلق الكتاب، هو انتهى من طباعه هيدا نهار الجمعه، لحتى نشرنا الكتابين سوا، هو البطريرك استفان الدويهي والتراث الشرقي من الانطاكيه الى اللبنانيه. يعني بالتراث الشرقي انت شو قاصد؟ ايه بالتراث الشرقي انا قاصد اول شيء في التراث الماروني، والتراث الماروني ذاته متجذر في هذا الشرق في انطاكيا. نعم. متجذر في انطاكيا ومعبر عنه من خلال الالتزام بلبنان وكل
القديسين وكل هالعلماء اللي اللي نشروا كمان هالتراث هيدا ذاته بالغرب، حيث قيل عنهم عالم كماروني. بس هو بهذا الكتاب بده يجي لهون اكيد. بهذا الكتاب في صور نادره عن انطاكيا، في صور عن كنيسه حلب، حلب يلي تدمرت هلا مع الاسف. وفي صور كتير نادره بهذا الكتاب. قريته خلال 50 سنة، شو خليك تفكر بالدوهي يلي اذا فينا نقول ما كتبته بكتبك؟ بس بدي صحيح، مش الكنيسة دمرت، دمرت الساحة فجروا، بس قبت الكنيسة كمان بالحرب الإخرانية مع داعش، ولا هي فجروا تمثال فرحات. نعم. فرحات اللي هو أحد مؤسسي الرهبنة اللبنانية مع الثلاثة اللي سبقوا، وهودي بغتني من فرصة تقول لما هو راح على حلب راح مرتين. إيه لما الدويه راح على حلب مرتين، أول مرة 8 أشهر تيدعم المطران أندراوس أخي جان، تاني مرة 4 سنين و8 أشهر. بهيدي الفترة أسس الكتاب الماروني يعني معهد للتعليم، هو علم فيه وعلم هودي اللي إجوا بعدين، أسسوا جددوا الرهبنة المارونية اللي منا طلع رهبنتين بالنهاية، الرهبنة اللبنانية البلدية اللبنانية المارونية يعني الكاسلية، والرهبنة المريمية، والرهبنة المريمية الحلبية كانوا يسموها بالأول هي المارونية. هودي من أهم الرهبنات عنا. والرهبنة الأنطونية سنة 1703 سنة قبل وفاته كمان ساهم في أنه تأكيد قانونا و... طيب دكتور، بوقتها ما كان في يعني بحلب كان في موارنة، بس كمان بحلب كان عنده عبر قضائية. منعيشها هيدي اليوم هي ذاتها هي مصعبة. بدي شغلتين رح أحكي عن العبر القضائية، بس رح أحكي خصوصي عن العبر المسكونية، ذكرني فيها. أول شيء العبر القضائية، هو كان كاهن بحلب ومعروف، وتاني مرة لما راح تاني مرة لأنه الحلبية طالبوا فيه، بعتوا كتيب للبترك بدنا يرجع دويهي تاع عنا. طيب كان مكلف حتى من قبل العثمانيين انه هو يقوم بالقضاء اذا في مشاكل بين المتنازعين. بين المتنازعين في خلاف في قصه معينه بين انسان غني ومنشاف وانسان فقير، هو حكم حسب ضميره، حكم طلع الحكم لصالح هذا الفقير. اوكي. وهو بكل حياته مش ما بدي اقول كان منحاز للفقراء، بس ما كان عنده الحق. ما كان مع الحق، وهيدا من اهم خصاله وصفاته. انه كان يقدر الفلاحين والعمال والفقراء، وفعلا يجي ياكل معهم ويعطيهم من يعني يشرب هو وياهم مي ويسقيهم بكبايته، كل شيء كان قريب منهم متواضع. هونيك طلع على صالح الفقير، بيقوم الغني، وهيدي بعد القصة لليوم لليوم. واليوم ربما زادت أكثر شوي، بده يرشي بليرات ذهب حتى يحكم لمصلحته. بيقول له لو بدك تعبيلي وادي أديشة ليرات ذهب ما بغير حرف من الحكم الذي أطلقته. قديش هالتمسك بالحقيقة وهالشجاعة وهالقوة. أول شجاعة أنه يرفض إغراء الذهب، تمسكاً بشو عنا نحن اليوم. تمسكاً بالحقيقة. صحيح. قديش نحن اليوم بحاجة لا هيك معرفة الحقائق مثل ما هي، ولأنه هيدا الحقيقة تحررنا. طيب بعد بدي أسألك سؤال، ما روح لفاصل طبيب النفاصل. في حادثة صارت مع عيسى حميدي، وهيدي كمان إذا بدنا نربطها مع حادثة حلب تنفرجي الحق وين بيكون. عظيم عظيم. حادثة اللي صارت معه مع عيسى حميدي قبل ما يموت بسنة، هو عدة مرات كان تهجر من أنوبين ويجي على مارشاليطة مقبس بغسطة،
وخطرات لسبب خلاف بين الأعيان الموارنة ذاتهم انتقل على مجد المعوش، وهونيك كان على صداقة مع الأمير المعني، وكان الشعب وصدقني الشعب الدرزي هونيك يقدروا ويكرموا للبترك أكثر منا نحن. عيسى حمادي كان هو مكلف بجباية الضرائب بالمنطقة بأنوبين بمنطقة بشرة يعني هوني لصالح والي طرابلس. هلأ إذا الوالي بده 5 ليرات ذهب، هو كان بده يجبي 10، 5 للوالي والباقي لإله. وكان هيدا من مين عم يجبيهم؟ قبل عم يجبيهم من الشعب، والشعب معتر من الفلاحين، من الفلاحين معترين فقراء. كان البترك يدافع عنهم، يدافع عن الحقيقة. بس ساعتها هني صاروا اوكي بتدافع عن الفقراء وكذا، بس بدك انت تغطي هودي، بدك تدفع اكثر، انتو بتقدروا تدفعوا اكثر. والبترك ما بده، بده الحقيقه يعني، بيعطي الضرائب منتظمه. ولكن ليش الجشع قدام الجشع كان بهالحادثه هيدي؟ بيقوم عيسى حمادي بيلطمه للبترك على وجهه، والبترك كان عمره وقتها 74 سنه. كاد البترك أن يقع إلى الأرض، ولكن في حائط وراء التقى على الحائط. ما حكي ولا كلمة، طلع على أوضته، كتب مكتوب لأبو نوفل الخازن اللي كان بكسروان، هون هو من حكام. أبو نوفل الخازن بيبعت فرقة خيالة على رأسهم درغام الخازن اللي هو رايبه، بس هيدا رح يصير بعدين بترك. هيدا كان نوعية الناس بهالوقت هيدا. بس عيسى حمادي عرف انه هودي جايين، وهودي الامير داعمون، والوالي طرابلس حتى بيدعمون، وبانه غضبان عليه، راح عند البترك وركع قدامه وقال له سيدنا اغفر لي، وانا بطلب السماح، وانا خلاص، وانتم المسيحيه عندكم الغفران وما بعرف شو، وخلاص ما بقى. بيقول له هالجمله اللي بحاجه فعلا، وبدعي مسؤولين السياسيين والدينيين يتأملوا فيها. شو بيقول؟ اللي بيقوله بالحرف الواحد حسب ما بيخبر مين؟ سمعان عواد اللي كان معايش عايش للبترك، اللي كتب البطريرك، اللي كتب عن، وكل المؤرخين بيستقوا منه. بيقوله لو كان الأمر يتعلق بي شخصيا، بمصلحتي الشخصية، لكنت أتمنى أن أتألم أكثر من ذلك تيمنا بسيد المسيح الذي مات على الصليب ليفتديني ويفتدي جميع البشر. حلو. ولكن الأمر يتعلق بالجماعة التي أنا مسؤول عن تمثيلها، وهذه الجماعة لست مخول أن أفرط بكرامتها بذر. هل تمييز بين المصلحة الخاصة والخير العام وخير الطائفة؟ هاي شغلة كتير مهمة، وقديش نحن بحاجة لها اليوم عند كل الناس، كل الناس تقتدي فيها لا سيما المسؤولين. رح نرجع لك، بس رح نروح لفاصل صغير وبنرجع منتابع، خليكم معنا. رح نتابع عبر شاشة الأو تي في هالحلقة الخاصة عن البطريرك دويهي مع البروفيسور أنطوان جيم. إنما قبل رح ننتقل إلى دير مرمرون عنية ضريح القديس شربيل، حيث الكاردينال مارتشيلو سميرارو عميد مجمع دعاوى القديسين والأبولس أزي طالب دعوة البطريرك دويهي والقديسين. خلينا نشوف شو بيقلنا الأب دويهي. المجد لله، بونجورنو. Un saluto al popolo libanese. Buongiorno, buongiorno, un saluto allora. Grazie. Che cosa si può dire come messaggio ai libanesi in questo giorno di verificazione? Beh, intanto è un fatto molto importante, perché nonostante sia lontano nel tempo,
e tuttavia c'è una grande attualità in questa beatificazione. Ci sono delle figure che nel tempo si allontanano e la loro importanza diminuisce. In genere per i santi non è così, i santi sono sempre delle figure attuali nella vita della Chiesa. In modo particolare il Beato Stefano, il nuovo Beato, ha una importanza particolare perché egli non soltanto ha influito sulla realtà cristiana religiosa del Libano, ma lo ha fatto con pazienza, lo ha fatto fiducioso nell'aiuto del Signore, lo ha fatto anche superando tante difficoltà e contraddizioni. Ecco, sono i doni del Signore che hanno bisogno del tempo per fruttificare e anche per essere mostrati agli occhi di tutti. E questo, diremmo, è il compito del nuovo Beato. Noi dobbiamo chiederci che cosa oggi noi possiamo apprendere, cosa egli ha da dirci oggi. Ecco, io esprimo l'auspicio e l'augurio che anche la decisione del Santo Padre, del Papa, di procedere a questa beatificazione segni per la Chiesa nel Libano un momento di riflessione, un momento di passo in avanti, anche nonostante le difficoltà presenti. Bene, grazie. Eminenza, lei al corrente se il Santo Padre visita il Libano prossimamente? Non ho sentito parlare di questa possibilità. Sono delle pianificazioni, delle organizzazioni che spettano ad altre realtà competenti. Se le l'hanno chiesto, il Papa ci riflette, perché il Papa è molto legato, affezionato a luoghi, no? E so che domenica ricorderà in modo particolare nella preghiera dell'Angelus per questa beatificazione in Libano. Il Baba ha chiesto che ha un programma, ha un ruolo, e soprattutto è molto importante per il Baba, soprattutto per il Libano, e per l'Angelo siamo l'Ahad, rachi iscur il Libano, ha chiesto rachi iscur il Tubawi, al Jadid, Marcus Freddy. إذا ممكن يعطينا بركته مباشرة على الهواء للبنانيين بلبنان والعالم وكل الناس اللي عم بتشوفنا. سي إمينانسا سي لاي بو داري بفافوري اونا بينيزيوني اي ليبانيزي ان ديريتا. Ma la benedizione la invoco certamente per tutti i libanesi, i cristiani, e credo che anche mi auguro che questa beatificazione sia un momento di benedizione del Signore, ecco, il quale ci benedice tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rabna mi berikna kilna bismil Ab wal Ibn wal Ruh al-Qudus.
شكرا لك الكاردينال مارتشيلو سيميرارو عميد مجمع دعاوى القديسين. ابونا بول بهالنهار بعد 24 سنه على تسلمك الملف. على تسلمك الملف، شو بتقول اليوم بهالحدث العظيم اللي وصلته لهون؟ بعد ربع القرن فينا نقول انه اليوم اثمر بنعمه رب، وانا بشكر ربي على النهار وبشكر بنتي خاصه لابيتي هادي محفوظ والرهبني اللي كانوا دعم دائم لإلي بهالملف، وخاصه كل المحبين اللي صلوا واللي رفقونا بصلاتهم، محبي المدرك دبي في لبنان والعالم. وبدي اشكر المؤسسات، مؤسسه دبي وكل المؤسسات اللي صلت، وكل خاصه التجمعات الشعبية والاسقفية ومؤسسات والهيئة البطريركية اللي كانت دعم، واللي كل الناس اللي اشتغلوا بهالدعوة 24 سنة من محكمة الكنسية إلى الأطباء إلى اللي صار معهم أعاجيب إلى الناس اللي رفقونا ورفقونا بمحبتهم. بدي أطلب اليوم البطرك دويهي إنه باركوا جميعا وكافيهم على أتعابهم، والليلة بنلتقي إن الله راد الساعة 8:30 بالكلفي تناخذ البركة مباشرة من التطويب ومن الحدث والبطرك دوي. زار ضريح القديس الشربي الكاردينال مارتشيلو. نعم زار لي ابيتاتو لا تومبا دي سان شربيل اوجي. Sì, con molta edificazione, perché ho visto che ci sono tanti fedeli, ma ovviamente di San Chaber io avevo sentito parlare già molto tempo fa, e poi ho una coincidenza personale, perché nel 1998, proprio nella festa di San Chaber, fu resa nota la mia nomina episcopale. سنة 1998 هو ارتسم وعطوه سموه كاردينال، وبهالوقت سمع كثير بمار شربيل واخذ بركة مار شربيل، لانه مار شربيل صار اسمه على المثال يعني على كتاب القداس بالكنيسة اللاتينية الجامعة قبل 2000 بابا يوحنا بولس الثاني وضعه. بيقول انه تأثر كثير بالزيارة، وخاصة شاف كثير زوار اليوم على قبر مار شربيل، هذا كثير اثروا، وهو عنده محبه خاصه ومعرفه خاصه لمار شربيل وطلب خاص. شكرا لك ابونا بول ازي طالب دعوه البطريرك دويهي والقديسين بلبنان، وشكرا للكاردينال مارتشيلو سيميرارو عميد مجمع دعوه القديسين في الفاتيكان. شكرا لكم، يومكم مبارك. Tanti grazie a lei, Eminenza, come prefetto del Dicastero dei Santi, e sempre benvenuto in Libano. Shukran al-OTV kamen. Shukran al-Alfon. Merci. دكتور بروفيسور نجيم، شو رأيك باللي قاله الكاردينال مارتشيلو؟ أول شيء أنا بحب أشكر السلطات الرومانية ممثلة بالكاردينال مارتشيلو، وأنا كنت عم بفهم النص اللي عم بيقوله لأنه بعرف تلياني، أنا اشتغلت بروما سنة بالإذاعة الفاتيكان. هالحدث وقدومه بيعني شغلة كتير مهمة، وقالها هو، قلنا بأول حديثنا أنه الناس بلبنان بمنطقة الشمال خصوصا وبشقة بإيدن كانوا يعتبروا الدويهي قديس من زمان. بس هلا كتر خير الكنيسة الجامعة اللي بعد دراسة مطولة وبعد تدقيق وبعد كذا عم تيجي تطوب البطريرك الدويهي، وهذا معناته هذا قديس للكنيسة الجامعة. نعم. لكل الكاثوليك في العالم. ونحن بنعتبره هيدا قديس للبنان كمان، ومنه لبنان بيطل على العالم بأداسة وفضائل وقيم روحية. طيب قبل ما أروح لفاصل بدي أروح أنا وياك لشكل سريع، في عنا كان عنده رؤية طلعية عن التعليم البطريرك دويهي، ويمكن حسب ما فهمت من كتبك ومن دراساتك اللي عملتها دكتور أنه هو اللي أسس مدرسة تحت السنديانة. مش هو كان يتعلم، بس هو اللي نظم هالعملية. نعم. لأنه هو تلميذ المعهد الماروني بروما. نعم.
تعلم بس ما احتجز التعليم له، ما بقي يعني منعزل، بده تعلم بده يعلم. لما صار بترك هو كان يختار التمييز اللي يروحوا على روما حتى يتعلموا بالمدرسة المارونية بروما، وهودي كان مش بس اختارهم وبعتهم، كان يبعث له رسائل عديدة. بهالرسائل العديدة في مثل رثران يعني يتكرر في آخر كل رسالة: نحن بعثناكم تتنهلوا العلم من ينابيعه، لأنه كانت إيطاليا وقتها في فترة النهضة الأوروبية السقفية، بس تترجعوا تفيدوا القريب من علمكم اللي نهلتوه. يعني بدكم ترجعوا على بلادكم تعلموا، كل واحد بضيعته على القليل 3 سنين هيدا ومجانا. العلم هيدا مجانا، بدكم تعلموا 3 سنين وهون لما يرجعوا كان ينقيلوا المحلات روحوا يعلموا تحت السنديانة، حد الدير وحد الكنيسة. صار وهون هالمدرسة هاي منا مدرسة للأعيان، هذه مدرسة لكل الناس، للفقراء قبل الأعيان والفتيات أساسا. وهون الفتيات كانوا يتعلموا فيها، وهيدا هو مقدمة، وهيدي روحانية رح يستلقاها المجمع اللبناني سنة 1735 ويصدر توصياته الرئيسية بالنسبة للتعليم 50 سنة قبل الثورة الفرنسية. اللي هي التعليم الإلزامي، التعليم المجاني، وتعليم البنات مثل الشبيبة بدهم يتعلموا البنات كمان. هيدي هون بقول أنا إيه، هو متمسك متجذر بالتراث الشرقي، بس هو كمان أخذ عن الحداثة الغربية. يعني هيدا التعليم، نشر التعليم، تعميم التعليم على كل الضياع وعلى المنطقة، معناتها بده كل الناس تترقى بالتعليم هيدا. يعني بناخد الإفادة من المجتمع الغربي، مش مثل اليوم عم ناخد كل شيء صح صح السيء. صح, صح, صح. لا عم ناخد الموداليتي، يعني الكيفية 100%. الطريقة المنهجية. رح أرجع أنا وياك، بس قبل خلينا نقطع هذه الصورة اللي وصلت لنا هلا. ذخائر الطوباوي صفين دويهي وصلت إلى بوغوتا بكولومبيا، هي أول صورة توصل لها من خارج لبنان. هيدا الدويهي وهيدي ذخيرة الدويهي اللي بدأت توصل لكنائس العالم. دكتور نجام رح نرجع لك، بس خلينا نقطع فاصل بعد صغير وبنرجع. يلا بروفيسور أنطوان جيم، رح نرجع نتابع معك. قد ما نغرف من معلوماتك بدنا 50 سنة ترجع نلحقك. اسم الله حولك، الله يعطيك العمر وتعطينا الأشياء الحلوة دايما. إذا بدنا نقول أنه جمع بين الأصالة والحداثة، نعم شيك نعم. البترك دويهي، شو فيك تقلنا بهي النقطة؟ بدي أقول لك صح، هو جمع بين الأصالة، يعني رجع للتراث الماروني الأصيل أوكي بكل جذوره، كل جذور. بس هون خليني اسال سؤال قبل ما تتابع، يعني بعدنا اليوم عم نشتغل على اللي هو كتبه؟ نعم، في كتير امور ان كان ليتورجية بعد الكنيسه المارونيه ماشي عليها. نعم، حتى الارشيتكتور الهندسه تبع الكنايس بعدهم متمسكين فيها مثل ما هو حكي عنا بمناره الاقداس. نعم، بمناره الاقداس بياخد كل حدث، كل كلمة بالقداس، وبيقول كيف نحن هي بتراثنا الماروني، ومش بس بتراثنا الماروني، وهون قلنا عن حلب، بالتراث الأرثوذكسي، بالتراث الأرمني، بالتراث السرياني، بالتراث اللاتيني، كيف وبيبين قداش فيها الشغلة ذاتها، يعني روحانية ذاتها بالنهاية. نعم، وهون كان عنده روح مسكونية سباقة طليعية من وقتها، وهذا إذا صار إن شاء الله بيصير بسرعة قديس، لازم يكون عنا نحن شفيع الحركة المسكونية والوحدة بين المسيحيين، لأنه بحلب ووقت اللي بعتوا البترك على الجنوب بمهمة بتركية كمان، هونيك مش بس قابل المارني،
قابل جميع الطوائف، وكان يجي لعنده بالمحلين بحلب وهونيك كمان من المسلمين، وكان عنده تواصل مع الجميع. بس هون خلينا نقول للمشاهدين وللمؤمنين، من لحظة إعلان الليلة الطوباوي البطرك دويهي إعلانه طوباويا، كل واحد بيصير معه نعمة لازم يسجلها حتى يبلش يفتح ملف التقديس مثل ما صار مع الحرديني. بس قبل ما نتابع المونسينيور منصور لبكي لأول مرة بيطل عبر مؤسسة إعلامية ليحكي لنا اليوم عن رأيه بالبطريرك دويهي. مونسينيور صباح الخير. صباح النور. الله يخلي لنا إياك أول شيء ويطول عمرك. خلي لنا إياك. أنا يا ريت بروفيسور أنطوان بضل يحكي 24 ساعة. أها نحن كمان هيك بدنا. يحكي عن الكل، يعني ما في مثله. أنا قريت كتبه مش من هلا يعني، بس إذا الواحد بده يتعمق بينه وبين مطر الناصر إسماعيل، مش معقول هذا الإنسان مميز بهذا الشكل. الله يعطيه الصحة والعمر. الله يخليك ويعطيك لألك كمان الصحة والعمر مونسينيور. خبرنا شو بتقول اليوم عن البطريرك دويهي. شكرا مونسينيور، شكرا على رسالتك. هيك عبدو، لما سيدنا البطرك الراعي بيقول لا إجا ولا رح يجي بطرك مثل سلطان دويهي، كيف بتفهم التصريح؟ دويهي شامل فكرا وعلما وصلاة وتألقا وتنظيما. نعم. مثل ما مقدمة الترنيمة اللي قدمت له إياها، هو اتسين في اتس واحد واعز مثل اتس دوميني، فقير مثل اتس فرنسيس، عميل خير مثل بني يعقوب، منظم مثل انياس دي لايولا، متواضع مثل مار فرنسيس، شاعر انه بيدي عم بحكي. نعم. ما بدي موعد لانه الاتس تجد عنده مثل عندي صوب الاربان. شو بدي اقول له؟ انتو اكبر مني، ما راح اطلب منه الا الشيء اللي وحده بيقدر باي. تبطلت حب البقره، يعني وزع قماش جديد اللي يجيه بيجي للفلاحين البقره. بدي اقول لكم شغله وحده، بدي سنين بحكي بطلب فيها دون جدوى. بتنعمل بطرك صاير بالاتفاق مع روما وعم بيكمل بطرك الراعي انه اوقاف التركي تكون بالشركه. بدي انه ما يضلش فيه واحد فقير بلبنان من شعبنا مشرد، والضيع اللي بنشوفها بالشمال كلها فيها نهضة لانه مغتربين قاموا بتمشيط. انا بقول قطرك قادر، وبقول له يا سيدنا لو مش قادر ما بيجي لعندك، قادر وحنون، لو مش حنون مش قادر، قادر وحنون مش عندك عذر. انت وطيب عملت العجيب، كيف بعد هلا استقبلوك ولادك العشره اللي انت بفضلك ضروري الجديد، انت عملت كنيسه نشأتها نظمتها، ايش اعطانا شربي وتحرديني ولا يعقوب والمسيحيين وربا ونعمي وتوما صالح وليونار ملكي، يعني حوض القديسين هن عم بيجوا يستقبلوك، يقولوا لك انت باينا، بس انت طولت تجي لعندنا من تواضعك تخلي الشعب لأولادك. أنا من بتطلع بفترك دويهي لأنه قريب حياته كلها، قريب سؤالة تصير جايمة. بعدين سمعت شو كان يقول بابا يوحنا بولس الثاني، كان يخبرنا أنه يروح هو عبرانيا عبراندا بلده، أول شغلة يعملها يروح على عبر بيوم يستشيرون من شان يدير الكنيسة. نحن عندنا باي الدين بيعرف السماء وبالأرض، بيعرف الخطابات، بيعرف الكتابات، بيعرف الغفران، بيعرف بالإربان، بيعرف بالعذراء. من نجي عنده بنقول له خلص بلاش تحكي، انت بتعرف شو بدنا. اخر شيء بدي اقول لك شغله، يا ريت بدنا في بالكنيسه بدنيي دي سان بيير الفلس نار بطرس بيبعثوا للمسيونات بافريقيا ينعمل فلس بطرك دويه يبدو فيها عائلة كويهي ربط الماروني بطرقية. هل كلس ما بيخليش ماروني بدون تطبيب بدون تعليم؟ نشوف حالنا انه اللي بيكون بطرق بطرق كويهي بطرقنا ممنوع، نحن منتين شعب لبتو خرشو. شكرا لك المونسينيور منصور لبكي، طولنا بعمرك ويعطيك الف عافيه. رح نسمع لك ترتيله، بس قبل عندك تعليق اكيد على كلام المونسينيور لبكي. ايه انا بقدر اللي عم بيقوله المونسينيور كثير، وباخذ هالعبره منه انه
الدويهي هو بينا كلنا ونحن بنرجع لإله. والدويهي عنده خطاب عم بيوجه لنا إياه اليوم، نحن لليوم للمستقبل. نعم. في مجموعة عبر بس بدي بالاسم وبعدين شو ما بدك نحكي عنهم. في عبرة دينية من مسيرته إلى القداسة منذ صغره، في عبرة سياسية بتاريخ المقدمين بيحكي عنها، وفي محاولات وتوحيد التفكير، وفي لما بيحكي عن فخر الدين كمان وشو كانت علاقته هو مع الدروز، هيدي عبرة سياسية واضحة تماما. وعبرة قضائية يحكينا عنها دجا بحلب كيف كان عبر عن المسؤولية الجماعية والوطنية، حكينا عن عيسى حمادي كيف هو بيقد ايه وشو كان عنده حرص على المال العام بسجلات. هو ابتدأ بأنوبين بيذكر أنه بالسنة عطى أمه قرش ونص، أو بالسنة الثانية عطاها قرشين ونص. قديش هالإنسان كان دقيق وشفاف، قديش شفاف وقديش حريص. وكان لما يتهجر كان عنده هم مال المجموعة، مال الطائفة، مال البتراكية. كان يجي وحي إلهام أنه ما تخاف عليه رح ترجع وتلاقيه مثل ما هو. بعدين قديش كان عنده رؤية طليعية خصوصي فيما يتعلق بالتعليم، وقلناها عنه وكيف المجمع اللبناني أخذ منه ورسالته الوطنية ما فينا ننكرها، ورسالة وطنية. هو عنده الشأن الوطني شيء مقدس أكيد. إذا بدك هلا بعدين بوسع الموضوع هذا الشأن الوطني عنده قديش بدك تحكي عنه. وكان هو الجامع بين الأصالة والحداثة، وهو اللي عم بيحدد دور للموارنة على الصعيد التعليمي وعلى صعيد دور المرأة المعلمة، واللي هي بتشارك بالصلاة وبتشارك بي 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 حتى بالنسك. بتاريخه عن مارمارون بيذكر أسامي ثلاث راهبات ناسكات مثل رهبان مثل تلاميذ مارمارون بكتاب تيودوريتس القرشي، في 16 واحد بيناتهم ثلاث نسوان اسمهم، والاسم بحد ذاته معبر بثلاث لغات مختلفة وقتها تتشوف قديش حب اللغات والانفتاح. كم لغة كان يعرف؟ ثلاث. هني هودي هو كان يعرف كتير. ايه. بس هودي دومينا باللاتيني سيدة. اوكي. دومينوس سيد. كيرا باليوناني سيدي كيريه ليسون. أوكي. ومارانا بالارامي مار سيد. فاذا هودي ثلاثتهم نسوان كانوا هن متنسكات من تلاميذ مارمارون من البداية، من انطلاقتنا في إلى دور للمرأة بكل شيء، بالأداسة قبل كل شيء كمان، بهالنفحة الروحية المنطلقة من الأساس. بعدين اهتمامه أنه بالرهبنة، اهتمامه بالرهبنة هو مش أساسه، هو مشارك في تأسيس الرهبنة. أكيد. هو مشارك معهم، وهو بالأصل هو يعلمهم. صحيح. وكمان العبرة العلمية قديش هو كل هالأشياء هيدي مبنية على وثائق. قبل لما رفض انه يبقى باوروبا تعلم بالجامعات وكذا، واجا بده يعلم الاولاد صغار بطايفته، قضى ست اشهر قبل ما يسافر، لانه كانوا ناطرين تلاقوا له رفيق يفتش بكل مكتبات روما عن وثائق بدها تحكي عن الموارنة وعن لبنان وعن الطوائف الشرقية اللي كانت هونيك. طيب. وكان عنده ملفات، كان عارف شو بده يعمل، عنده تصور، عنده تخطيط شو بده يعمل، ومن زغرته عم يشتغل له. بعرف انه وقتك ضيق وعندك اطلالة تانية تلفزيونية، رح نخلي ترتيلة ابونا منصور لوكيل موسنيور لاخر الحلقة، بس انا بعد عندي شغلة. إيه؟ كتب تاريخ الازمنة. إيه؟ كتب عن الموارنة والمسيحيين. طيب. وكتب عن تريبيا. الاسلام. تريبيا. هو كتب 8 كتب تاريخ، بيناتها تقريبا 7 عن الموارنة بما فيهم واحد عن مقدمة بشري من 1300 ل 1600 وكذا. وهون بارانتيز، المقدم المنيح بدي أقول عنه منيح مثل ما هو، والمقدم السيء سيء. وهو حاول يجمع الزعامات المقدمين والأعيان تيوحد لهم آراءهم، وحتى يلاقوا حدا أنه يكون منيح برأسهم هيك. ولما مطاحوا هو حرمهم ويبسط التين اللي هن مجتمعين تحتها، وبيسموها تينة أيطو
ليبست من 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 انه كان انه انسان عنده رؤيه وعنده تطلع، ولما ما يمشوا كان يحتاج مش بالهين. نعم. يعني نعم. فانه هون سالتني عن عم نحكي عن التاريخ الازمني. إيه كتب عن التاريخ المسلمين الأزمني. بتاريخ الازمني كتب تاريخ الشرق. انما هالتاريخ هيدا في الكتاب له نسختين. نسخه بسميها تاريخ المسلمين بتبلش مع بدايه الدعوه الاسلاميه سنه 622 بتنتهي 1699 معه هو بترا. كمان نسخه وهيدي طبعا الاب توتال يسوعي. في نسخه ثانيه طبعا الاباتي فهد بسميها تاريخ المسيحيين، واللي بتبلش كمان مع قدوم الصليبيين إلى الشرق وبتنتهي بالوقت ذاته هونيك. هلا اثنيناتهم سوا بيحكوا تقريبا عن ذات المضمون، إنما بالأولانية بيحكي عن الإسلام، وعلى الرغم من اضطهادات عنا فيها بشمال عنده احترام غريب كلي للديانة الإسلامية. بيحكي عن بيقول نبي الإسلام محمد اعترف من يعني مثل ما هني بيفكروا هو قال نبي الإسلام، ما قال نبي المسيحيين. يعني عم بيحافظ على هالتعددية، عم بيحافظ على قبول الآخر كما هو كما هو، احترمهم. وبيحكي عن محمد وعن عمر وكيف كانوا المعيار عنده كان احترام المسيحيين بالمجتمع، يعني الشرق الاثنين الشرق الاثنين. وبهيدي النسختين تاريخ المسلمين تاريخ المسيحيين بالشرق تبين المساواة بينهم كبشر كإنسان له حق وكرامة كل واحد إن كان مسيحي أو كان مسلم. وهون قديش هو بيحملنا نحن اليوم عبر إنه رسالة تنضل محافظين على هالكرامة هيدي وعلى هالدور هيدا بالمجتمع، بالمجتمع الوطني اللي نحن فيه، بالمجتمع الإقليمي اللي نحن فيه. وصدقني جدودنا اللبنانية ما قصروا بهالدومين هيدا، عملوا كتير، يا ريت نحن ننطلق وبنعمل أكثر كمان. بس خلينا نقول أنه في بعض من عجائب البطريرك دويهي يلي صارت بحياته أنه أوقف المطر بساحل علمة وحبسه بين غزير وأنوبين، فور القمح بمجد المعوش، شفى الولد فيليبوس أو فيليبوس الجميل من مرض مميت فصار هذا الأخير المطران فيليب جميل الشهير. مزبوط. شفى الولد بطرس كبيش من بلوزة والياس من غسطة، وإبراهيم السمراني تلميذ المدرسة المارونية بروما طرد الشياطين من عدة أشخاص وأماكن، أوقف الصخرة بأنوبين، وهكذا خلص حياة عدة فلاحين. أضاء حديثا الطريق لفتاة بإهدن لما اعتراها الخوف واطمأنت ولم تعد خائفة، وشفى يد شاب مصاب بالالتهابات. وفي كتير قصص ما رح نذكرها هلا. ورزات دويهي كرام أكيد يلي من خلالها نالت الشفاعة وصار. ونسيت شغلتين عند الدروز كمان. أوكي. بشوف لما صار في حريقة بمحل عند أحد قالوا له أنه طلب الشفاعة من ولي المسيحيين، طلب الشفاعة ووقفت النار عنده مثل ما وقفت وقتها الصخرة بأنوبين لما كان في حريقة. بعدين لما كانوا جايين حتى يهنوا البترك لأنه راح لهونيك، في واحد مع فقير معتر في الله ما أخذ يعني بجهلوا وراحوا عند البترك، زعل هيدا لما نطروا حتى يروح معهم. تاني نهار بياخذ عديلة قمح وبيروح لعند البترك تقدم له كادو. البترك قبلها بكل احترام، بكل احترام، ولكن لما رجع هيدا الزلمة لعنده عبيته للعديلة مليانة بحل ما كانت القمح. بروفيسور أنطوان نجام مؤلف الكتب عن البطريرك دويهي وأيضا عضو لجنة البطريرك دويهي وعضو بالمجلس التنفيذي بالرابطة المارونية ومقرر لجنة الثقافة والتراث وحوار الأديان بالرابطة، بدنا نشكرك اليوم، نتمنى لك الصحة تاج مكلل لراسك. بدي أقول الله يطول بعمرك، وأكيد إلنا لقاءات تانية نحن وياك بسلم على السماء بحلقات نتعرف أكثر وأكثر
أكثر ونغرف من معلوماتك الحلوة ودراستك الحلوة. شكرا لحضورك معنا اليوم. تسلم. إن شاء الله نكون عطينا الناس شوية معلومات عن هذا البطريرك الطوباوي الجديد. تسلم تسلم. وإن شاء الله هزة الضمير هيدي تهزنا كلنا سوا. أمين. ونرجع لجذورنا الأصيلة اللي هي فيها إيمان ورجاء. نترجى وما نخاف من المستقبل مهما كان الحاضر في سواد. أنا بدي أشكر الفريق البرنامج، أشكر البروديوسر أنطوانيت القاعي برخة، شكرا لحضوركم معنا. أكيد رح نختم مع ترتيلة المونسينيور منصور لبكي. شكرا وإلى اللقاء. كل قديس ونحن بخير. مارست فان دوي دعنا منك نشتهي الإيمان في الصعاب والثبات في الضباب من تاريخ الأزمنة وأعميق المدينة نحصد أشهاجنا التماهي بالمسيح طوباويا سما في إهد وجه السماء في مصاف الأنبياء والأباء الأصفياء في المجاعة والفساد في الظلم والاضطهاد جلت في كل البلاد تطمئن للعباد بطريرك مظهر للعبادة منهر ابن عذراء الشفاء وحبيب الفقراء قائد لشعبه فكرا روحا وصلاة ساكن في ربه قاهر المستحيلات رجا شعبي مرون قونا حتى نكون في الدواهي صامدين للأمانة حافظين أيها الفم الذهب بين أيدينا كتب حكتها كي لا نضيع يا شفيعا للقطيع